السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير الجميع. أعزائي المشاهدين، طحت لكم في شيء غريب على أساس سنة 2021 تحتاج غرابة أكثر من كذا. جماعة أنا صرت أحس إن أنا شايب، صرت أحس إن أنا كبير، تجيني أشياء كذا مرة كثيرة وعقلي البشري أحسه مرة صغير على إنه يقدر يستوعبها. يعني بالله مين هذا الإنسان اللي فجأة انشهر في تيك توك وفي العالم هذا كله وصار يسوي فيديوهات مرة تضحك ومشاهدات بالملايين، وأنا ما أعرف ليش، وانصدمت بكمية الناس اللي تتداول فيديوهاته وتغريداته وصوره اللي هو يسويها. الموضوع يخوف يا جماعة الخير، فقلت في نفسي لا والله ما حخلي الموضوع كذا، لا لازم اشاركه، لازم مو انا اللي لحالي انبسط، لازم جيش محاربي الطفش كله ينبسط. بالمناسبه جيش محاربي الطفش قاعد يكبر يا جماعه، قرب يوصل 3 مليون، فاذا كنت ما انت مشترك تقدر تشترك دحين. فخلونا نشوف حساب كابان ليم هذا اللي انشهر في الفتره اللي راحت على تيك توك، ونحاول نسوي رياكشن على فيديوهاته ونشوف ايش عندنا هنا. هذه جزء من نوعيه الفيديوهات الثانيه اللي انا اسويها يا جماعه، هي كلها كذا غرضها فقط ان احنا نضحك وانتهى. فحطوا لايك على هذا الفيديو، اشتركوا في القناه برضه اذا ما كنتم مشتركين. تعرفوا الروتين المعتاد حقنا دائما، احنا ايش نقول؟ 1 2 3 Let's go. خلوني انا برجع في البدايه لحد ما اشوف فيديوهاته القديمه من قبل لا يطلع. هذا الفيديو فيه له 106 مليون مشاهده. وش السخافة دي؟ ايش بي؟ اوكي هذا مثير للاهتمام، خلينا نشوفه. على قد ما هو سخيف الا انه يضحك. Instead get a handy hook for your head. You're ready to go. Instead, get a handy hook for your head. You ready to go? الله يا جماعة، هذا الرياكشن حقي كل ما أشوف أشياء سخيفة في هذا المجتمع. اللي الموضوع بسيط أسهل من كذا، ليش مستصعبينها يا الله؟ في أشياء كثيرة بدك تطبق عليها الرياكشن هذا، اللي حطها بسيط الموضوع. وش السخافة هذه يا ابويا؟ يا جماعة احب كيف اني جبت تشبيهات تضحك، تشبيهات سخيفة بس تضحك. ايوه نوعية الفيديوهات هذه قديمة. خلنا نشوف الفيديو اللي بعده يا جماعة الخير. الفيديو سخيف، الفيديو سخيف بس تضحك. شوف 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 هو ينط، شوف 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 حلو حلو. احب تيك توك لانه فيه تميله زي كذا كثير. يعني
يعني يا صاحبي معلش خلونا ننسى ستوب يا جماعه. يعني انت عارف ليش هم مسوين هذا الفيديو؟ القيمه من هذا الفيديو يا جماعه مو انها توريك كيف تربط العيش التوست، انت عارف انت ايش المفروض تربط اصلا. فشكرا لسخريتك من الموضوع، بس انا وانت والمتابعين كلهم عارفين ايش الغرض من هذا الفيديو، اقصد يعني شوف يعني فاهم. فخلاص انت كمان سوي نفسك هذا ومشي فاهم، لا تسوي انك انت صايد تيك توك. وانا احب هذا الشيء اللي هو يسويه يا جماعه والله، انا مره احب، بس انه فاهم لي انت صح يا اخي، انا وانت فاهمين بعض عيب عليك. وين ايش قاعد اتابع بالضبط يا جماعه؟ انا ماني عارف انا ايش قاعد اتابع والله. ارجع اقول لك يا خوي، انت عارف الغرض من الفيديوهات. اوف اوف اوف، هنا في موزة، انا احب الموز. سو اوكي، هذه فزلكة، هذه مرة فزلكة كمان. خلاص يا ابني، خلاص قشرها يرحم امك. والله يا جماعة أنا قاعد أتفرج على واحد يجيب سخافات. هذا جوي، هذا الإنسان حبيته، هذا الإنسان هو أنا بس في واقع آخر، في عالم موازي، حب السخافات زي. اسمع الصوت كمان. يا بيسكلي هذا حساب الرجال، الشيء اللي يخوف انه عنده فيوز مره بنت كلب 115 مليون، ليش؟ ايوه ما شاء الله عليكم يا ابو، ايش الشباب الحلوين هذول اللي زي الورد، ايش ذا؟ كابتن الله حلوين الشباب الله يحفظهم. لا معليش هذه ما اسمح لك، لا هذه ما اسمح لك، معليش لا معليش هذه ما اسمح لك كابتن. لا 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 معلش انا اختلف معك، حركة المنديل هذه اعرفها، هذه سووها في الفنادق اصلا. ايوه هذه الوحيدة اللي ما توفقت فيها يا اخوي، هذه ترى الحركة سووها من جد. اوكي هنا عندنا مجموعة شباب حلوين زي الورد يحاولوا يكسروا البيضة بكواعهم. واو ايوه، مين الباي حقه قوي؟ شوف شوف ايوه 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 يا لعيب يا فنان. طيب كابتن يمكن البيضه حقتهم مسلوقه. اسمعوا خلونا ما نخلق اعذار زي كذا، واحنا نعرف السوشيال ميديا كيف ماشيه، واحنا نعرف تيك توك كيف يمشي، واضح ان الشباب مره حلوين زي الورد. اي مين شباب يعني اقصد شوفوا يعني يعني واضح ان البيضة حقتهم مسلوقة، واضح ان البيضة حقتهم ما تنكسر. It's the final brain cell. فك الراس. ايوه ولا تعال مع الجنب، يا سلام عليك يا سلام.
يا فزلكة السوشيال ميديا. ايوه شكرا شكرا. احيانا اكره الاشياء اللي تنتشر في السوشيال ميديا بسبب اشياء زي كذا، ان ينشر لك اشياء ما لها معنى بس انت في راسك تقول هو كيف هذا الشيء قاعد يصير، هو كيس فاهمين، هو ما في شيء بس انت تحس انه شيء. ايش 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 بتسوي برجلك يعني، بتحولها دراجه؟ من جد دوبني قاعد اقول يا جماعه لا this is too much، هذه حقة الأغنياء يا عسل، هذه حقة الأغنياء احنا ما نستعملها. ايوه ولا ايوه هذه انا معاك. شكرا. ليش رايح تجيب جنزير؟ والله يا جماعة الخير وانا تابع الفيديو على بالي انه بيسرع خطواته في المشي، ايش ده ايش ده، وربي على بالي يبغى يمشي بسرعة، يبغى يركض شيء، مركب جنزير عشان يدبل دعسة شيء، يمكن الجنزير هو نفسه معاه تيربو ورا ما ادري، انا هذا اللي افترضته، ما ادري يمكن عشان اليوم كثرت اتابع افلام، ما اعرف اليوم تابعت فيلمين يا جماعة، السرعة والغضب مرتين تابعته، ما اعرف ليش اروح اتابع السرعة والغضب مرتين في يوم واحد، اتابع الفيلم مرتين. بس الفيلم كان بطل، فأنا تأثرت بجو السرعة فاهمين؟ هذه التخيلات اللي صايرة تجيني بحين، يعني هذا التفكير المنطقي الوحيد اللي بيجيك لما تشوف واحد مركب جنزير في رجله، إيش الشيء الثاني اللي ممكن تفكر فيه ما في؟ ليه؟ ليه 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 ليه؟ ليه ليه ليه؟ ايوه 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 شكرا يا حقين تيك توك، والله يعني عليكم فزلكة، والله يا تيك توكرز فزلوكيين صح يا جماعة، يا جماعة يا اخي انا احب فكرة انكم تحاولوا تسووا اختراعات يا تيك توكرز، يا مجتمع تيك توك الاجانب مو العرب، العرب معروفين ايش جوهم، جوهم كله مولع خيو انا احلى واحد فيهم مدري ايش، جو التيك توكرز العرب حلو بسيط مقدور عليه، بس يا تيك توكرز الاجانب يا اخي انا متفهم فكرة انكم بتخلوا حياتنا اسهل وهذا شيء حلو، انا احبكم احترمكم عليه، بس مو ضروري مو ضروري نتفزلك عشان نخلي حياتنا اسهل، مو ضروري اجيب شنيور ومعجون اسنان، اصلا فكره اني انا اجيب شنيور هذه الحاله ترى فكره مره صعبه، يبغى لها ميزانيه ويبغى لها مشروع، انا ما عندي شنيور في البيت ولو عندي راح اشيل هم اني اجيبه وافك واركب المفتاح المناسب مدري الراس المناسب، بعدين اقفل الراس، بعدين ادخل الراس، بعدين ادخل الراس، بعدين حيطلع صوت ازعاج مره عالي فالجيران حينزعجوا من الراس اللي قاعد يدخل، انت فكروا فيها الموضوع مره قروشه، هذا الشيء ما يخلي حياتي اسهل، هذا الشيء يخلي حياتي مره اصعب، مو كذا تساعدوا حياتنا والله العظيم. تيك توكرز الله يرحم لي امكم، خلونا على السخافات يعني بالله، ايش فيها ايش فيها، انا احلى واحد فيهم والله، انها كويسه والله، انها تيك توكر التاريخ. اوف 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 مارك زكربيرج ايش فيه، واو واو واو، الولد وصل 8 مليون في انستغرام وفي تيك توك، عنده هنا 52 مليون يخرب بيته، الرجال منزل فيديو مع ديل بييرو. دوبني ادري انه ايطالي، اوكي ذاتس ا بيت كيوت احس، وعشان كذا نزل فيديو مع ديل بييرو، اوكي فهمتها، انا يا ربي انا ماني عارف يا جماعه الخير ليش قاعد اتابع مقاطع تافهه زي كذا وقاعد انبسط، قاعد اضحك من كل قلبي، قاعد اضحك مبسوط، احس تذكر لما كنت اقول لكم احس وصلت لمستوى كل ما صار الشيء اللي اشوفه اسخف اكثر كل ما صار يضحكني اكثر، احس لما تدخل هذا الحساب توصل لهذا الليفل، ليفل اللي هو كل ما صار الشيء اسخف صار يضحك اكثر، هذا ليفل ترى مو كثير، مو اي واحد يقدر يوصل له صراحه، وتش مره حلو ومره انا بعطيه فولو صراحه هذا الانسان، بنتظر جديده، ان فاكت احتمال اسوي فيديوهات زيه وبشوف بشوف فين ممكن نوصل، فالى ذلك الحين تقدر والله تسوي لايك على هذا الفيديو، تقدر
تقدروا كمان تشيكوا على حسابه تحت. تقدروا برضو تعرفوا ايش، تقدروا برضو تعلموني اذا في حسابات ثانية غريبة على تيك توك اقدر ان انا اسوي لها زيارات واتصفحها ولا لا. في الظاهر حساب بنت كذا مغربية طايحين في الشعب الفترة اللي راحت، علموني اذا تبغوا اسوي عليه فيديو ولا لا، اكتبوا لي تحت في التعليقات بالله. ماشي، بس والله الله يعطيكم الف عافية على المشاهدة، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. حطوا لايك على هذا الفيديو، اشتركوا في القناة برضو اذا ما كنتم مشتركين، ادخلوا جيش محاربي الطفش، افضل جيش في العالم. انا عبد الله جميل، اشوفكم باذن الله في الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.